أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية الدولية ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. يقول الكاتب ثامر الهيمص في مقال بصحيفة المدى في لقاء تلفزيوني مع وزير كهرباء أسبق، يقول أن السبب الرئيسي لتدهور الطاقة في العراق هو تدخل الساسة غير المختصين فيه وإيكاله لقيادات غير مدعومة سياسيا ولفترات مؤقتة، رغم قراءة ما بين السطور ملتبسا إلا أنه يعزو الأمر للتدخل السياسي أي غير القانوني أو الفني والذي بات هو السائد منذ 19 عاما تماما. وكان من نتائج هذا التدخل للفترة أعلاه وحسب تقدير السيد الوزير بأن دعم الكهرباء الحكومي يشكل 50% من عجز الموازنة السنوي، وهذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه، وإلا فالانهيار الاقتصادي أو انهيار الشبكة الوطنية مسألة حتمية. الأحوال لا زال دم الكهرباء موزعا بين قبائل الساسة، فالبعض يبدأ من الحرب العراقية الإيرانية، والآخر من 1991 باحتلال الكويت وضرب طائرات التحالف فيها، وباحتلالنا في 2003 وصولاً للإرهاب وأزمة الغاز الإيراني وأنواع الشماعات وأهمها الفساد المسيس كما تلمح من التصريحات الخجولة. لكن هذا كله لا يسوغ قبل البدء من الداخل، لأن تاريخ المشكلة لم يعد سراً، كذلك التحالفات مع لوبيات السياسة لدوام الانسداد التنموي لكي تزدهر تجارة الاستيراد، ولنسددها نفطا خاما نستلم قيمته مباشرة لتدور دورة اقتصادنا بين البئر النفطي ومستلزمات سياسة الإغراق الاستهلاكي خارج زراعتنا وصناعتنا لتتراجع أكثر. فهذا الصيف ليس الأخير في تواصل الفواصل والفصول بكل الأحوال، لأن سد الذرائع لا زال مشروعاً ولم يغلق بل مفتوحاً من تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وصولاً لانسداد سياسي داعم لذرائع ما أنزل الله بها من سلطان. بكل الأحوال كان ربط السيد الوزير المحكم بين الكهرباء والسياسة كان كلمة حق، لكن خصخصة التوزيع والإنتاج الكهربائيين كما يقترح معاليه قد يكون غير عملي عندما يكون بنفس أدواته التي تقادمت وترهلت، سيما وأن تمت محاولة في المناطق الراقية في بغداد، فإذا كانت ناجحة فلنستمر بها، وإن فشلت فتكرارها يصبح هزلا. كما أن الخصخصة كجهاز ساند كما في المولدات فإنها تأتي في سياق الفشل والترقيع، إذ باتت لوبيات وشبكات واضحة من كلفتها المتفاوتة وشبكات علاقاتهم المسيسة، فالترقيع الذي نسميه إصلاحا هو بات مجرد تراكم كمي عقيم. من صحيفة إلاف نقرأ مقالا للكاتب ليث السعد، يقول فيه: جرت الانتخابات في العاشر من تشرين من العام الماضي في ظل وجود أزمات وتحديات جسيمة أنهكت الشعب وكادت أن تعصف بالبلاد، فبعد أكثر من 19 عاما في السلطة لم ينجحوا في إدارة البلاد، فقد صنعوا الأزمات بأنفسهم، ولم يكتفوا بذلك فقط بل فضلوا مصالحهم الحزبية الضيقة البحتة على مصالح البلد والشعب، لأنهم لم يكونوا مؤمنين ببناء بلد وتقويته، بل كان همهم الوحيد الخلاص من النظام السابق وحل الجيش العراقي وجعل العراق حلقة ضعيفة أمام التحديات الجسيمة، وبذلك أصبح الجيش لا يستطيع الدفاع لا على البلد ولا على الشعب ولا حتى الدفاع عن نفسه، في خطأ جسيم كلف العراق والعراقيين آلاف الضحايا من الأبرياء. لم تستطع القوى السياسية والأحزاب أن تتصافى فيما بينها وأن يحلوا خلافاتهم ومشاكلهم بنفسهم دون الاستعانة بغرباء من الخارج للوساطة بينهم، ولم يكتفوا بالاستشارة فقط بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، فقد تركوا لهم السيطرة على الوطن ومقدرات الشعب
حتى أصبحوا هم الغرباء في وطنهم، ضاربين العملية السياسية والديمقراطية عرض الحائط. الجميع كان متيقنا أن تطول أزمة تشكيل الحكومة، فمن تابع المشهد السياسي العراقي خلال السنوات 18 الفائتة والمشهد السياسي الراهن يعرف أن عملية تشكيل حكومة جديدة ستستغرق عدة أشهر أخرى، فقد استغرقت تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2014 أكثر من 4 أشهر. أما في عام 2010 فقد حطم العراق جميع الأرقام القياسية ولم تتشكل الحكومة إلا بعد 289 يوما من التصديق على نتائج الانتخابات. ننتقل إلى كتابات. يرى الكاتب شيروان محمود محمد أن المرأة يحتاج إلى قدر كبير من القدرة الكافية على خداع الذات ليطلق على الكيان الحالي المعروف بالعراق اسم الدولة، ومن مقومات الدولة أن تكون صاحبة قرار، سواء كان القرار خاصا بشكل الدولة وتشكيل هيئتها أو يتعلق بعلاقاتها الدولية مع محيطها القريب أو البعيد بعد الاحتلال. وعلى الرغم من نعمة الديمقراطية التي تسمح للجميع بالترشح والانتخاب، إلا أننا نلاحظ جيدا أن عملية تشكيل الحكومة واختيار من سيتولى مسؤولية المناصب السيادية فيها تتلكأ وتأخذ وقتا غير منطقي وطويل، لأنها يجب أن تمر بسلسلة من الموافقات من دول الجوار وأمريكا وتوافقات بين الأطراف السياسية التي لا تعير نتائج الانتخابات اهتماما كبيرا، بل إنها تريد وبأي ثمن كان وعبر مشاهد سريالية حصتها من الكعكة، وتصرح بذلك دون حرج أو خجل أمام الناس. في دولة ثيوقراطية كإيران مثلا، تدار الدولة بإرادة من الولي الفقيه، فهو الذي يوافق على من يتولون المناصب السيادية، وهو الذي يتدخل عندما يخفقون في ذلك. أما في العراق فلا يتولى أحدهم منصبا سياديا دون مباركة المرجع، لكن المرجع لا يبالي بنتائج هذا الاختيار مهما بلغت درجة الإخفاق. من المقومات الأخرى للدول وجود قوة ماسكة لكيان الدولة وعلاقة المواطن مع دولته، سواء أكان ذلك خليطا من قوة القانون ووعي المواطن ما يجعل ماكينة الدولة تدور دون اللجوء إلى قهر أو إخضاع، أو القوة القاهرة للشرطة والجيش. في العراق الحالي لا نرى لا هذا ولا ذاك، كل ما نراه هو مجموعة من الميليشيات مختلفة المصالح والولاءات تفسر كل منها القانون بما يخدم مصالحها الفئوية. في غابة كهذه يصبح المواطن الغير حزبي والغير ميليشياوي أضعف كائنات الغابة، ومسألة افتراسه من الكواسر مسألة وقت. من مقومات الدولة أن هناك فلسفة اقتصادية تتبعها الدولة، بينما في العراق يتم تحديد سعر العملة مثلا، وهو أحد الآليات لتسيير الاقتصاد من قبل أشخاص لا يمتلكون الحد الأدنى من المعرفة الاقتصادية ومن خلال التغريدات التويترية. أما لإمرار صفقات مريبة أو لأغراض شعبوية آنية دون أي شعور بالمسؤولية إزاء ما تخلقه هذه الطريقة من فوضى في الاقتصاد وتحويل السوق على ما فيها من آليات الافتراس إلى غابة لا تراعى فيها حتى قوانين التطور السارية في الغابات الطبيعية. تقول صحيفة القدس العربي في افتتاحيتها بعد سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، قام الرئيس التونسي قيس سعيد السبت الماضي بإصدار مرسوم يلغي استقلالية هيئة الانتخابات ويعطي الرئيس صلاحية تعيين أعضائها مثل المؤسسات التونسية الأخرى التي قام سعيد بإلغائها. فقد كان تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات نتاجاً لنضال سياسي مدني كبير طويل لدمقرة الدولة التونسية، وكان أحد أهدافه الرئيسة فصل هذه المؤسسة عن نفوذ وزارة الداخلية، كما كان الحال أثناء الحقبة الدكتاتورية في تونس منذ عام 1952، وكما هو حالها في مجمل الأنظمة العربية.
قرار الرئيس التونسي بهذا المعنى لا يقوم بإلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولكنه يلغي أثر المجتمع المدني برمته عبر تجاهل دور مؤسساته التي شاركت في تشكيل الهيئة، كما يلغي الطبيعة الاستقلالية للهيئة والطبيعة الديمقراطية لنشوئها، ويحولها إلى أداة أخرى من الأدوات التي يسيطر عليها. كشفت الخطوة الأخيرة الأوهام التي ساهمت في ترويجها بعض القوى السياسية التونسية التي ساندت حركة سعيد في 25 من تموز يوليو الماضي، كما هو حال حزب التيار الشعبي الذي اعتبرها حينها خطوة مهمة تفتح أفقاً سياسياً أمام شعبنا لاسترجاع وطنه وإنقاذ مؤسسات دولته. وكما هو حال التيار الديمقراطي اليساري والدستوري الحر الذي يضم أنصار النظام السابق. أدت إجراءات سعيد المتصاعدة إلى انزياح بعض القوى السياسية التي قامت بتأييد حركته الانقلابية. وكان لافتاً في هذا السياق إعلان عبير موسى رئيسة الدستوري الحر مؤخراً أنها تعتبر أن راشد الغنوشي زعيم النهضة ما زال رئيساً للبرلمان، وكذلك هجوم الأمين العام لتيار الديمقراطي غازي الشواشي على مرسوم سعيد الأخير واعتباره هيئة الرئيس هيئة لتزوير إرادة الشعب. نذهب إلى عربي 21. يتساءل الكاتب محمود النجار في مقاله بموقع عربي 21: أمات المعتصم دون أن يترك ولدا يثأر لاستغاثة من قبل مسلمة؟ أمات في أعفاده نخوته وبأسه؟ ما بال مسلمي الهند ومسلمي الروهينغيا في ميانمار ومسلمي الإيغور في الصين لا يجدون من يحنو عليهم ويدافع عنهم ويبذل شيئا من عرق لسانه في سبيل نصرتهم ووقف نزيف دمهم الساخن؟ حتى منابر خطباء الجمعة بالكاد تتطرق إليهم. أليسوا مسلمين؟ أليس الله سائلنا عن نصرتهم يوم القيامة؟ والسؤال الملح الصادم: لماذا المسلمون هم الحلقة الأضعف في عالم مليء بالظلم والقهر والقتل المجاني دون رادع من خلق أو عدالة إنسانية؟ أليس المسلمون بشراً كغيرهم من البشر؟ لماذا هم الصيد السهل في هذا العالم الظالم الغاشم؟ ألو كان هؤلاء يدينون بالمسيحية، هل كانوا سيتركون لهوان دمهم وذل عبراتهم؟ عالم يزن بميزانين ليكون أهون الدماء دمنا الذي يسفح على مرأى من العالم ومسمع ولا نصير. لو كان لحكام العرب والمسلمين وحماة الديار المقدسة موقف حازم من الجرائم التي ترتكب في حق المسلمين لما تجرأ عليهم أحد، لكن المصيبة أن تجد من حكامنا من يبرر للقتلة قتلهم المسلمين بغير حق، وهو ما يؤكد لنا أن هؤلاء الذين يحكموننا ليسوا أكثر من دمى تحركها أياد لا تعرف الرحمة. فهم متآمرون على شعوبهم العربية والإسلامية ومستعدون للتضحية بنا فردا فردا لتستمر لهم الزعامة على شعوبهم وبني عقيدتهم. يتعرض مسلمو الهند اليوم لأبشع صور التمييز العرقي والديني بدعم من الحكومة الهندية ورئيس وزرائها الحاقد، وتزداد العدوانية ضد المسلمين في الهند يوما بعد يوم، ويتصاعد خطاب الكراهية على المستويين الاجتماعي والسياسي، ويبدو ذلك جليا في تصريحات بعض الساسة وبعض الخطابات الدينية. قال الكاتب البريطاني بيتر أوبرون إن الصفقات التجارية بين بريطانيا والهند تضمن صمت السياسيين البريطانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الحملات المعادية للمسلمين هناك على أعين الحكومة. ولفت في مقاله المنشور في موقع ميدل إيست آي البريطاني أنه في عهد رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي تسير الهند في طريق حالك السواد، وبريطانيا تعلم ذلك. خلال السنوات الثمان التي شغل فيها منصب رئيس وزراء الهند، تبرأ مودي من الهند ذات التعددية الدينية، الهند التي شكلها وتبناها الآباء المؤسسون
مهاتما غاندي وجواهر لال نهرو. تذكروا أن مودي لم يزل منذ أن كان صبياً عضواً في جماعة RSS المتأثرة بالنازية، والتي ولد من رحمها حزب PJP. وأشار إلى أن جونسون ليس وحده، فزعيم حزب العمال كير ستارمر لم يزل صامتاً هو الآخر، ولم يثر موضوع التنكيل بالمسلمين في الهند عندما أتيحت له الفرصة يوم أمس في فقرة الأسئلة الموجهة إلى رئيس الوزراء. هناك من يسبب لي الغثيان الشديد بشأن رحلة بوريس جونسون إلى الهند. لقد شاهدنا الصور الإلزامية لجونسون على العربة، وقرأنا المقالات التي نشرها لوبي من المراسلين الذين غذوا بعناية بالمعلومات حول الخلافات مع ناريندرا مودي بشأن روسيا وأوكرانيا، لكننا لم نقرأ كلمة واحدة في الصحافة البريطانية حول حملة القمع الإجرامية المنظمة التي يقودها مودي ضد مسلمي الهند الذين يبلغ تعدادهم 200 مليون نسمة. ولا سوف يدهشني أن نسمع كلمة واحدة عن هذا الموضوع. لقد نشأ في عهده خطاب مرعب مناهض للمسلمين، فحزب مودي يتبع قومية هندوسية تعتبر 200 مليون مسلم هندي أجانب وغزاة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.